أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من المساء اليمني، نستهلها بتهنية لكل نساء العالم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس. بطبيعة الحال المرأة اليمنية تشارك نظيراتها في العالم هذه الاحتفائية الرمزية المهمة، وهي بذلك تعبر عن امتداد لتراكم حضاري من بلقيس إلى أروى، إلى تلك التي دونت ملحمة المساواة الإنسانية قبل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اليمنية غزال المقدشي، حين أطلقت أهم النصوص الغنائية وهي تحث على المساواة ورفض العبودية بكافة أشكالها. سوا سوا يا عباد الله متساوية، محد ولد حر والثاني ولد جارية. وإذا ما تطرقنا إلى الوضع الراهن للمرأة سواء كانت العربية بصفة عامة أو المرأة اليمنية، فقد كان لها حضورها البارز في الأحداث الجسيمة على المستوى العام، سواء في مواجهة احتلال أو إنهاء استعمار أو في ثورة ضد أوضاع سياسية واقتصادية غير عادلة. من ناحية أخرى شاركت المرأة أيضا بفاعلية في صياغة الدستور اليمني، كما أن لها نضالها الذي لا يتوقف في الاحتجاجات المدنية ومقاومة الانقلاب، وتدفع المرأة اليمنية ثمن العنف الذي خلفه الانقلاب وسط نزاعات مسلحة وتوترات في أكثر من منطقة باعتبارها الحلقة الأضعف في المشهد العام. كيف تؤثر هذه النزاعات على الوضع الإنساني للمرأة بصفة خاصة؟ وما هو التقييم المنصف لدور المرأة في اليمن بشكل عام؟ وهل تشكل مشاركتها مجرد إثبات حضور رمزي أم أنها فعلية وحقيقية وقادرة على الإنجاز والعطاء؟ وما المستقبل السياسي والاجتماعي للمرأة اليمنية بالنظر إلى واقع الحال في اليمن؟ هذه التساؤلات نفتح نقاشنا لأجلها لهذا المساء، لكن قبلها دعونا نذهب إلى هذا التقرير ومن ثم نعود للبدء بالنقاش. كيف ساهمت المرأة في بناء الحضارة اليمنية؟ سؤال ربما تجيب عنه الذاكرة الحضارية لليمنيين. هذه الصورة لمجسم ملكة حميرية تدعى حاملة البخور، عرف هذا التمثال بالمرأة الحاملة لقرص البخور، وكما يبدو قرص البخور في اليد اليمنى وفي اليسرى إناء صغير فيه بخور. لوحة بديعة أخرى لتمثال من الرخام لامرأة تسمى بحاملة السنبلة، وكما هو واضح من سنبلة القمح على صدرها. هكذا هي المرأة اليمنية، رمز حضاري وقيمة إنسانية سبقت العهود والمواثيق الأممية التي انتصرت للمرأة. تؤكد الدلائل الحضارية أن الحضور الفاعل للمرأة في الحضارة اليمنية كان عاملا أساسيا للبناء والتعمير في كافة المجالات دون ما استثنى. المرأة اليمنية في السياق التاريخي كانت إضافة مهمة للعطاء والخير والسلام، التحاقها بالعمل والسياسة والحقل والساقية، كل ما له علاقة بالجماليات الحضارية، وغالبا ما تناولتها الغنائيات الشعبية ونادتها بحاملات البخور أو حاملات الشريم، إشارة إلى أن المرأة تحمل كل ما له علاقة بالسلام والجمال. كانت المرأة تاريخيا صانعة سلام، وغالبا ما كان العنف التاريخي الذي تدفع ثمنه المرأة يصنعه الرجل. وعلى مر التاريخ اليمني لم تثبت المرويات التاريخية امرأة واحدة كانت ضمن أمراء الحروب. المرأة بطبيعة الحال هي من تدفع ثمن هذه الحروب وهذه المزايدات والمفاوضات على جثث الناس وعلى معاناة الناس وعلى آلام الناس، فالمرأة أحوج ما تكون من هذه الفترة إلى أن تعيش بأمان. المرأة اليمنية تحتفي مع نظيراتها في العالم باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس. تأتي هذه الذكرى والمرأة اليمنية تعاني من ويلات الحرب والحصار، تبكي على حبيب وتبحث عن أب مختطف في سجون الميليشيا. المرأة اليمنية واكبت المتغيرات التي صاحبت الربيع العربي كشريك فاعل في التغيير، وحصلت امرأة يمنية على جائزة نوبل للسلام، لكن وضع المرأة في زمن الانقلاب قد أعادها إلى ما قبل العهد الجمهوري، إلى عصر الحطب والعناء والمكابدات والمشقة من جديد. وحين سكتت جميع الأصوات نتيجة القمع ارتفع صوت المرأة اليمنية تدافع عن أخيها وأبيها وزوجها وابنها وعن حق المجتمع في الحياة وفي أن يقول لا في وجه الظلم. في البداية أهني نساء العالم عموما باليوم العالمي للمرأة وخاصة نساء اليمن، وبالأخص الأكثر نساء تعز، نساء السلام، نساء الشموخ، وأقول لهن أتمنى أن تحتفلن بيوم عالمي للمرأة في العام القادم بأجواء أفضل من هذه الأجواء التي تعيشنا فيها في الحصار. المرأة اليمنية في يوم المرأة العالمي وغيره تثبت أن صوتها ثورة مكتملة الأركان.
نعم، مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. كما أرحب بضيفتنا هنا في الاستوديو الأستاذة مسك الجنيد الناشطة الحقوقية التي انضمت إلينا الآن. أهلا بك أستاذة مسك، وكل عام أنت بخير وكل نساء اليمن والعالم. بداية، ما الذي يعني له الثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة؟ أنا أعتقد أنه هذا اليوم هو يوم محفز، يعني يلقي على عاتقنا مسؤولية كبيرة، يشحذ الهمم، يذكرنا بأن هناك واجب، هناك دور يجب أن نقوم به تجاه بنات جنسنا، تجاه اليمنيات بشكل خاص. أيضا يذكرنا أن هذا المجتمع يجب أن يتحمل جميع مسؤولياته تجاه جميع أفراد شعبه، جميع مواطنيه بمن فيهم النساء والرجال على حد سواء. نعم، يعني بالنسبة لك هذا اليوم فارق، يعني على الصعيد الشخصي، على صعيد تجربتك الشخصية، ما الذي يمكن أن تقوليه؟ ما الذي أحدثه هذا التاريخ ليس فقط على مستوى هذا العام؟ هل كان فعلا يحدث بالنسبة لك فارق فيما يتعلق بقناعاتك الشخصية؟ بالتأكيد، هذا اليوم هو يذكرني دائما بالسؤال الذي ما أضعه غالبا لنفسي: ما الذي حققت باتجاه إنجاز مجتمعي يحمي حقوق الجميع وخاصة النساء؟ هذا اليوم أيضا يذكرنا أن الطريق ما يزال طويل، أن أمامنا الكثير ينبغي أن نقوم به. بالتأكيد هناك تجربة عميقة فيما يتعلق بالعمل لصالح النساء بشكل عام، وهذا اليوم الذي يفرق عن غيره هو أنه فقط يأتي ليحفزنا ويذكرنا أن هناك الكثير من المهام التي يجب أن نقوم بها. نعم، هو أيضا ربما هذه المناسبة في هذا العام هو جاءت فارقة نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها أبناء اليمن بشكل عام والنساء بشكل خاص، وهي باعتبارها يعني العنصر الأظافر التي تتحمل العبء الأكبر بسبب الظروف والنزاعات. تنضم إلينا الآن من جنيف الناشطة الحقوقية لينا الحسني، وهي عضوة التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مرحبا بك أستاذة لينا. مرحبا أسوان، أهلا وسهلا لينا. بداية، ضعينا في تفاصيل الفعالية التي تحضرينها أنت الآن وأنت قادمة من منطقة حرب، يعني منطقة انتهت للتو من الحرب في جنيف. قبل أسوان أحب أن أهنئكم وأهنئ جميع نساء العالم بهذا اليوم. أهنئ النساء اليمنيات اللواتي يحتفلن بهذا اليوم في ظل أوضاع صعبة جدا. طبعا اليوم أو الأيام التي فاتت في جنيف كان هناك نشاط مكثف للنساء، نحضر فعاليات ونناقش أوضاع النساء في العالم العربي، في العالم بشكل عام، ولكن نحن كنساء عربيات نطرح أوضاع مناطقنا، انتهاكات ضد النساء. كانت هناك عدة فعاليات حضرتها وحضرتها أيضا النساء المتواجدات من اليمن في مجلس حقوق الإنسان. عرضنا القضايا، الانتهاكات ضد ناشطات، ضد المرأة اليمنية بشكل عام، الأم، الأخت، العاملة. أيضا هناك فعالية ركزت أيضا على الانتهاك ضد الإعلاميات والصحفيات بشكل خاص. نعم، نعم لينا. دعيني أنتقل الآن إلى الأستاذة مسك الجنيد. هناك طرح أو عبارة تقول بأن النساء دائما يملن إلى السلام، بينما الذكور هم أو أن العنف والحروب هي صناعة ذكورية. إلى أي مدى تتفقي مع هذا الطرح، وكيف يمكن أن فعلا نجد له تجسيد على الواقع، خاصة نحن في بلد يعيش حالة حرب؟ نعم، أولا أنا يعني بطبيعة الحال أرفض التعميم. لا نستطيع أن نقول أن كل الرجال ينزعون إلى العنف، ولا نستطيع أيضا أن نعمم أن كل النساء ينزعن إلى السلام. نعم، لكن نستطيع أن نقول أن هناك غالبية النساء بحكم التركيبة الطبيعة هن يملن إلى النساء. ولهذا أتذكر بهذه المناسبة مقولة مصطفى صادق الرافعي، كان يتحدث في موضوع عن الحضارة، فقال أنه كلما
تقدمت المجتمعات فإنها تنزع باتجاه الأنوثة، باتجاه النساء، باتجاه الجمال، باتجاه الحضارة. هذا كلام أنا مؤمنة به، ليس مبالغا في الحقيقة فيه. النساء مرتبطات بشكل عام بكل ما هو ثري، بكل ما هو تنموي، بكل ما هو جميل. نعم، إذن في إشارة هو إلى المدنية، إلى الحياة. نعم، إنما بشكل عام. بالنسبة ل كما قلت، أؤكد على أن النساء غالبا هن أقل نزعة للعنف، أيضا أقل بالمناسبة نزع يعني اتجاه باتجاه ممارسة الفساد. ولهذا تذكر كثير من التقارير أن النساء حينما يتبوأن مناصب أو مسؤولية فإن نسبة الفساد في الممارسات القانونية والإدارية والعملية هي أقل بكثير بالنسبة مقارنة بالإخوة الرجال. نعم. بالمقابل دعيني حتى فقط أكمل الفكرة. بالمقابل ربما التجارب التي نعيشها تقول أن الساسة بشكل عام هم الذين يديرون الواقع الحالي. الواقع الحالي يقول أن هناك حروب، أن هناك نزاعات، أن هناك صراعات. بالتالي نحن لا نحمل ما يحدث للرجال، ولكن نحمل من يقودون يعني هذا الواقع، نحملهم هذا المنحى الذي نراه. نعم، يعني ولو أنه هذا الطرح فيه يعني قل من التجني على الرجال، لكن هو في الأخير كما أشرتي أنت أنه التعميم أمر يعني لا ينطبق دائما على كل القواعد وكل المقولات التي تطرح. تنضمت الآن إلينا من تعز الناشطة السياسية حيث الذبحاني، وهي تم تكريمها اليوم بمناسبة اليوم العالمي من اليوم العالمي للمرأة كأفضل امرأة في تعز. أهلا بك أستاذة حياة. اهلا وسهلا، مرحبا بكم، كل عام وانتم بخير، كل عام ونساء الجمهوريه وانت وكل نساء تعز وكل نساء اليوم بخير ورقي والجهاد. نعم استاذه حياه، ارجو ان ترفعي صوتك قليلا. اهنئك بدايه من قناه بلقيس ومن جميع اليمنيين بمناسبة تكريمك اليوم كأفضل امرأة في تعز، وكل نساء تعز أظنهم بحاجة أو يستحقين بجدارة التكريم، وهن يخوضن حالة من الصبر والمكابدة وسط حصار وقصف مستمر منذ أشهر. صفي لنا وضع المرأة في تعز أستاذة حياة خلال الفترة الماضية، وكيف وقع الاختيار عليك أفضل مرأة في تعز؟ في البداية كما قلت مسبقا كل التحايا والشكر والامتنان لكل نساء الجمهورية كل عام، والمرأة اليمنية في رقي وازدهار وتقدم وتألق. سبيلة المجد حفيدة بلقيس وأروى الحضارة. وضع المرأة في تعز هو وضع مزري للغاية وكارثي للغاية. اليوم يحتفل العالم بأجمعه بعيد المرأة، وتعز سؤال المرأة في هذا العيد الكثير والكثير. المرأة هنا في تعز قدمت الأب والزوج والأخ والشقيق والولد في مواكب الشهداء. المرأة سقطت كذلك منها الجريحة وسقطت الشهيدة. المرأة روت تراب اليمن السعيد بدمائها الطاهرة. المرأة تعاني الكثير والكثير أمام المرأة، وتخاذل العالم بأسره لما يحدث لنساء الجمهورية اليمنية عامة ونساء تعز خاصة. هنا النساء لا زلنا تحت همجية وعدوان ميليشيا صالح والحوثي. المرأة التعزية تمتهن في معبر الدحي وتضرب بأعقاب البنادق والرشاشات، وتمنع من دخول المواد الغذائية، وتمنع من دخول حليب الأطفال إلى صغارها. هذا هو وضع المرأة في تعز. المرأة تحمل الماء على رأسها، تحمل الحطب على رأسها. المرأة لا تستطيع أن توفر فرص العيش الكريمة لها ولأسرتها. المرأة تتحمل مسؤولية أسرة بعد أن فقدت زوجها الذي قتلته ميليشيا صالح والحوثي. المرأة جزء كبير من نساء مدينة تعز نزحنا إلى خارج المدينة بسبب القصف الهمجي لميليشيا صالح والحوثي. فعلا نساء تعز ولا أبالغ بأنهن ضربن أروع الأمثلة، التضحية والصمود والعطاء والبذل. طيب حياة، كيف تصفي لنا المزاج العام للمرأة في تعز وسط كل هذه المعاناة التي تعيشها؟
هناك دعني فقط أكمل الفكرة حتى يعرف العالم ما الذي تقدمه نساء سعد. هناك نساء مرابطات خلف مواقع التواصل الاجتماعي لكي توصل رسالة إلى العالم ما الذي يحدث في سعد خاصة وفي الجمهورية عامة. هناك نساء خرجت لترسم ألوان الحياة على مدينة سعد. هناك نساء حملنا الكاميرا وخرجنا اليوم قلنا ما الذي يحدث في سعد. هناك مذيعات ومراسلات تحملنا المشقة والعبء وخاطرنا بأنفسنا. وهنا وجه التحية للأستاذة عنيسة العلواني التي برزت صحيح تحية هي لها ولجميع الإعلاميات في الميدان بلقيت. نعم وأثبتت جدارتها وعرضت حياتها لأكثر من مرة للموت بسبب أن تنقل الحقيقة. هذه هي المرأة التعزية التي نفتخر ونفاخر بها، المرأة التعزية التي حملت السلاح وأوصلت رسالة للعالم بأنها كانت في مواكب النضال السلمي، ولكن ميليشيا صالح والحوثي لم تعترف بالنضال السلمي وأجبرت المرأة أن تحمل السلاح لكي تدافع عن العرض والوطن والشرف. هذا ما يحدث هنا للمرأة في سعد. المرأة صمدت وضربت أروع الأمثلة في صمودها في وجه هذا البغي وهذا العدوان من ميليشيا صالح والحوثي وهذا الانقلاب الذي أراد أن يعيد المرأة إلى عهد العصور الوسطى. كان في عهد المخلوع يتغنى علي عبد الله صالح بالمرأة، بينما في حقيقة الأمر لم تمتلك المرأة في قبة البرلمان سوى مقعدا واحدا. المرأة سارت بخطوات ناجحة ولم يكن تكريم توكل كرمان سوى رسالة من العالم للمرأة اليمنية بأن المرأة اليمنية في طريق النضال والحرية والسلام. كانت توكل كرمان والنساء اليمنية من خلف توكل كرمان هم النموذج الرائع الذي عكس للعالم من هي المرأة اليمنية وما قدمت المرأة اليمنية. سقطت الشهيدات تفاحة وزينب وعزيزة ورواية وياسمين وكنا في سجن الخالدين. المرأة اليمنية سارت سيرا على الأقدام في مسيرة الحياة من هنا من مدينة سعد لكي تنقل رسائل الحب والسلام وتنشد الدولة المدنية القادمة. أنا عندما قمت قامت اليوم بتكريمي أنا أعتبر تكريم لكل نساء الجمهورية. حياة لم تصنع شيء بل من صنعنا هن الكثيرات اللواتي لم يظهرن إلى الإعلام وكنا خلف كواليس الإعلام. وما أنا إلا مواطنة من سكان مدينة سعد اللواتي يستحقن التكريم فعلا من قدمنا الشهداء ومن ضحينا ومن رابطنا ومن حملنا السلاح. أشكر كل من بادر إلى تكريم اليوم وهو كما قلت هو تكريم لمدينة سعد وهو تكريم لنساء سعد وهو تكريم للدور البطولي الذي خاضته المرأة اليمنية هنا في مدينة سعد وهي صامدة ضد ميليشيا صالح والحوثي. نعم المرأة حيات. التي أوصلت رسالة نعم حياة. إذن وسط كل ما قلتيه حياة وكل ما وضعتينا فيه من أجواء صعبة وأيضا صلابة ومكابدة لنساء تعز وسط هذه الظروف، برأيك ما هي أبرز الاحتياجات التي تحتاجها الآن المرأة في تعز وربما هذا يقع على كل النساء في مناطق النزاعات؟ نعم المرأة تحتاج إلى لفتة سريعة وعاجلة ليس فقط المرأة بل كل سكان مدينة تعز إلى اتخاذ خطوات حازمة في إيقاف هذا القبح من ميليشيا صالح والحوثي الذي يستهدف الجميع بدون استثناء الرجال والنساء والأطفال والشيوخ. المرأة تحتاج إلى أن تقوم الدولة بواجباتها الأخلاقية والإنسانية في فك الحصار عن المدينة وتخفيف المعاناة. المرأة اليوم أصبحت كما ذكرت مسبقا تحمل الماء على رأسها، هذا يؤثر سلبا على صحة المرأة ويؤثر على نفسية المرأة. أصبحت المرأة تبحث في شوارع المدينة عن قصاصات الأوراق والحطب لكي تطلب الطعام. أصبحت المرأة تبحث عن وسائل عيش كريمة. يجب على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها وعلى حكومة صحاح أن يتحملوا مسؤوليتهم الأخلاقية والإنسانية تجاه النساء. العالم يحتفل بالمرأة وهنا ميليشيا الحوثي تقوم بضرب وامتهان النساء في معبر الدحي. أين نخوة اليمنيين؟ نحن نناشد اليمن النخوة ونناشد النخوة العربية أن تتحرك على أقصى وجه السرعة لإنقاذ النساء هنا في مدينة سعد من هذا القبح الذي تقوم به ميليشيا الحوثي وصالح ضد النساء.
المطالب كذلك نحن كنساء يمنيات في أن الدولة تتحرك لأن تطلق سراح المختطفين والمعتقلين من أبناء سكان مدينة تعز التي يشكل ذلك ضغط نفسي غير عادي على النساء هنا. المرأة هنا تموت في المشاكل وهي تفتقر إلى العناية الصحية. نعم إذا أستاذة حياة فعلا الوضع في تعز سواء نعم حياة هو الوضع صعب جدا بالنسبة لسكان تعز سواء النساء أو رجال، لكن كما يعني تحدثنا بأن النساء ربما يتحملن دائما العبء الأكبر في الظروف كالتي تعيشها بلادنا. أشكر جزيل الشكر أستاذة حياة الذبحاني الناشطة الحقوقية، وأهنيك من جديد بمناسبة تكريمك اليوم كأفضل امرأة في محافظة تعز، وأنقل جزء من المعاناة التي طرحتيها أستاذة حياة إلى ضيفتنا في جنيف الأستاذة لينا الحسني. لا أدري إلى أي مدى استمعت إلى حديث الأستاذة حياة الذبحاني من تعز، هي تحدثت عن وضع إنساني صعب جدا تعيشه النساء في تعز. إلى أي مدى استطعتم أنتن الناشطات الحقوقيات إيصال هذا الصوت وهذه المعاناة للمرأة في الداخل في المحافل الدولية؟ طبعا أسوان أنا استمعت لكل ما قالته حياة، وطبعا نحن أيضا أحسسنا بجزء من هذه يعني مما حصل لهم في تعز حينما كان العدوان على عدن. فقط أحب أن أوجه الشكر كبير جدا للزميلات اليمنيات اللواتي قدمنا مداخلات وقدمنا عروض عن وضع المرأة في اليمن، عن الانتهاكات التي طالت المرأة في اليمن. نقلوا الزميلات في أنا وزميلاتي أيضا لهنا قدمنا عروض مباشرة في مجلس حقوق الإنسان الخاص بانتهاكات ضد النساء، قدمنا صورة واضحة ومباشرة عن ما يحدث في اليمن وانتهاكات ضد النساء، عن ما يحدث في تعز خاصة من حصار. كانت الصور وكانت الأفلام المعروضة جدا مؤثرة، نقلت كل المعاناة التي لا أستطيع أقول كل المعاناة ولكن جزء من المعاناة التي حصلت في تعز وفي باقية المدن اليمنية. كان لهم النساء هنا دور كبير جدا جدا، وأنا ما مدى الاستجابة أستاذة لينا؟ كانت استجابة كبيرة جدا. دعيني فقط أشرح موقف صغير حصل. كانت هناك تعبئة خاطئة ضد ما سيعرضه النساء من انتهاكات في فعالية خاصة بالانتهاكات ضد النساء في اليمن. حاولوا تعبئة بعض الأجانب وبعض المنظمات الأخرى بأن هناك سيعرض شيء مغاير أو كاذب، فعندما دخلوا ورأوا ما عرض، رأوا كيفية انتهاك خاصة القتل للمرأة والحصار كيف كانت. نعم أنت أستاذة لينا تحدثي عن موضوع مهم، يعني من هي الأطراف التي ظللت أو التعبير الأدري الذي استخدمتيها وقدمت صورة مغايرة لما يحدث في الداخل؟ طبعا هي الأطراف المعروفة، هي جماعة الحوثيين وجماعة صالح من يجاهدون في مجلس حقوق الإنسان لإفشال أو لتعطيل أي فعاليات عبر منظمات حقوقية. نعم عبر منظمات حقوقية عربية ويمنية. نعم. أن تفشل أي صوت للحقيقة يمكن أن يظهر معاناة اليمن، معاناة النساء، معاناة الأطفال. طبعا تم أيضا صحيح سأخرج عن موضوع النساء، ولكن تم أيضا عرض انتهاك ضد الأطفال، تجنيد الأطفال. أخبرتك أسوان أني فخورة جدا بما يعملوه النساء هنا في جنيف لعرض معاناة النساء والأطفال في اليمن. إذن أنتم طبعا كانت الفكرة كانت الفكرة حينما حاولوا إفشال أو تعطيل هذه الفعالية أن الذي حضروا فوجئوا بما حدث، فوجئوا بكمية الألم، بكمية الوجع الحاصل في العروض، في الأفلام التي عرضها من قبل الناشطات اليمنيات في جنيف، وكان هناك استجابة كبيرة جدا. نعم نعم أشكرك أستاذة لينا، سأعود إليك لكن إليك وإلى ضيفتي في الاستوديو وأعزائي المشاهدين لكن بعد فاصل قصير. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين من جديد، وأستاذة مسك بالعودة إليك، كانت تتحدث الأستاذة لينا الحسني عما يسمى ب يعني
الشبكة الناعمة للانقلاب وهي الجهود المنظماتية والحقوقية أو ما يسمى بالمنظمات بالجهود الحقوقية التي تعمل لصالح الانقلاب. وجود نساء أو نماذج نسائية كانت في يوم من الأيام تعتبر من القيادات النسائية التي يعتد بهن وكانت محل ثقة في الوسط الحقوقي في البلد، مشاركتهن الآن في مشروع الانقلاب وإسقاط الدولة وكل ما ترتب بعد ذلك من تبعات صعبة على الشعب اليمني بشكل عام والنساء بشكل خاص، كيف تقيمه وكيف تنظر إليه؟ نعم، أولا دعينا نضع محدد رئيس، هو أنه ليس شرط يعني أن تساند النساء فقط لأنهن نساء، لكن الشرط الذي ينبغي أن يكون هو أن تساند النساء كل من له قضية إنسانية عادلة. ولهذا من المستغرب أي يعني أن يكون هناك يعني نماذج من النساء يعني لا ترى الوضع المأساوي الذي تمر به النساء في البلد وال الإنسان اليمني بشكل عام. كان يفترض من هذه النماذج التي عزفت كثيرا على حقوق النساء وغالبا ما استخدمت معاناة النساء في الترويج لمشاريعهن الشخصية، ما يحدث الآن يؤكد على أن تلك النداءات وتلك الصراخات لم تكن إلا يعني كما نقول طعم للمنظمات الدولية وللداعمين والمانحين للحصول فقط على دعم ومنح ولتحقيق مصالح ومآرب شخصية، لكن القضية قضية الحقوق الأساسية قضية معاناة الإنسان التي كان ينبغي أن تكون في صدارة قضايا هؤلاء النساء. المفروض أنهن يعني أتوقع أن حتى النوم يفترض ألا يغسوا أجفانهن وهن يرون هذا الوضع المروع. السؤال هنا هو لو عادت إن شاء الله وستعود الأمور إلى طبيعتها في البلاد، كيف يمكن لهؤلاء النسوة أن يظهرن بوجوههن؟ يعني كيف يمكن أن يعدن لنفس موال المطالبة بحقوق النساء، بينما في المواقف الصعبة في المواقف الحقيقية في مواقع المحك والاختبار الحقيقي لم يكن موجودات، كنا يتابعن عن مجرد مصالح وأوهام شخصية. أنا أتوقع يعني أن هذه التجربة هي كفيلة لكشف الزيف الذي كنا نعيش تحته، لكشف الادعاءات. نحن بانتظار يعني أن يعود الوضع لطبيعته، لنقول لهذه النماذج لو سمحتم تنحينا جانبا، قد عرفنا كنا يعني في وقت الشدة. نعم، ربما أيضا هنا يستخدمنا أو بعض هذه الرموز التي أثبتت يعني عدم جدية ومسؤولية أخلاقية تجاه مشروع الدولة الذي انهار وتداعى أمام أعين الجميع، أنه كان العنوان لنشاطهم هو إيقاف الحرب وصناعة السلام. سأتحول بهذا السؤال أستاذة لينا الحسني. أستاذة لينا، هل من الطبيعي والمنطقي الحديث عن صناعة السلام أو مشاريع صناعة السلام لبعض الرموز النسائية التي تتحدث عنها الآن مع عدم وجود مشروع واضح لعدالة حقيقية وعدالة انتقالية للضحايا وأهالي الضحايا؟ عفوا، أعيد السؤال. كنت أسألك لينا عن عن عدد من الرموز النسائية المحسوبة على الانقلاب أو التي لم تحدد موقفا واضحا من الانقلاب، حديثها عن صناعة السلام وعن مطالب إيقاف الحرب وفقط، يعني دون الحديث عن عدالة انتقالية حقيقية للضحايا، كيف تنظرين إليها؟ طبعا أسوان، هن حديثهن جاء متأخرا جدا. الكثير منهم يعني صمتوا لفترة طويلة، وإن كانوا مساندين إلى الجهات الانقلابية، لكن الكثير يعمل من خلف الستار، قد لا يظهرون للعلن، ولكن عملهم كان قوي ومؤثر في الجانب الحقوقي الدولي. كانوا يعملون بشكل يعني كان بيتعرفين العلاقات الشخصية كانت التي تربطهم ببعض المنظمات هذا كانت كبيرة جدا. أعتقد أن الآن وضعهم في مطالبة السلام، ويعني كما قلت قاوم متأخرا، ربما علموا أن بدأت اختلفت الميازين، كانوا مراهنين جدا على أن كفتهم هي من سترجع، ويعني إن كان
المشروع الذي تقدمه به مع الانقلابيين كان فاشل جدا. اعتقد ان اي مطالبه او اي نداء يقوموا به حاليا هو فاشل، ليس له اي استجابه، خاصه بعد المعاناه الكبيره التي حصلت للشعب اليمني. كيف يطالبون بصنع السلام؟ وكما قلت هناك العديد من الضحايا، هناك العديد من الدمار في هذا البلد. نعم أستاذة لينا، وأنت تمثلين تحالف مدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا، هل تقدمت بمشروع أو لديكن مشروع أو رؤية واضحة للسلام مع الاعتبار لحجم الضحايا والانتهاكات الذي حصلت في البلد خلال فترة الحرب ومحاسبة ومحاكمة المسببين فيها؟ طبعا نحن في الفترة الماضية كان أغلب عملنا هو رصد هذه الانتهاكات. نحن خاصة نهتم بالانتهاكات التي تطال النساء، المدافعات والإعلاميات الحقوقيات بشكل عام. طبعا الموضوع ليس سهل، يعني بحجم الانتهاكات التي حصلت كان يحتاج وقت طويل لإعداد طبعا. وإن كنا بعيدا حتى عند التحالف، نحن كمنظمات يمنية كمنظمات محلية نطالب يعني بعد أن نستوفي جميع الدلائل، بعد أن نستوفي جميع الرصد وحجم الانتهاكات التي حصلت، نحن سوف نطالب بمحاكمة لهؤلاء، نحن سوف نطالب بتعويض لهؤلاء الضحايا. الملف هو صعب وكبير جدا، ويحتاج أن تتجمع جميع الجهود، جميع المنظمات المحلية، وأيضا المنظمات الخارجية التي يمكن أن تساعد المجتمعات المنظمات المحلية في هذا العمل. نعم. لكي نصل إلى رؤية واحدة، إلى عمل منظم واحد نستطيع به تحقيق أهدافنا، نستطيع به محاكمة ومعاقبة من يرتكب هذه الانتهاكات. نعم، إذن بالمقابل إلى جانب الجهود التي تبذل في المطالبة بعدالة انتقالية حقيقية ومحاكمة القتلة وأيضا تعويض والنظر إلى مظالم الضحايا بحجم الانتهاكات التي تعرضوا لها، هناك أيضا حديث بفخر واعتزاز عن مشاركة المرأة أيضا في المقاومة، في صفوف المقاومة والمقاومة المسلحة. كيف نظرت إلى هذه التجربة، خاصة ونحن قبل أيام شاهدنا مشاركة لنساء في المعافر ضمن الكتائب والطلائع المسلحة المشاركة في المقاومة؟ أسوان، في الحقيقة يعني هذه يعني بالنسبة للمقاومة، مشاركة المرأة في المقاومة هي لم تكن وليدة اللحظة، هذه إحدى ثمار ثورة 11 فبراير المباركة. هذه الثورة التي فتحت الطريق أمام جميع النساء للمشاركة في صنع مستقبل اليمن القادم. لكن هناك من يقول بأنه كيف يمكن أن تكون المقاومة امتداد لفبراير، وفبراير هي الثورة السلمية والآن المقاومة مسلحة، يعني كيف ممكن الربط بين الفكرة؟ نعم، النساء كنا في ليس فقط في الطلائع، بل كنا هن في مقدمة الصفوف، إن لم تكن الصفوف الأوائل في المطالبة بالدولة المدنية المنشودة. ثورة 11 فبراير أصلا انطلقت للمطالبة بهذه الدولة المدنية. الذي حصل هو انحراف عن مسار ما كان مخطط له، ما كانت تسعى إليه ثورة 11 فبراير. فكان من الطبيعي أن تخرج هذه النسوة للحفاظ على يعني تلك الثمرة للمطالبة بإعادة الاعتبار لأهداف ثورة 11 فبراير. فهذا السياق برأيي يأتي كسياق طبيعي، لأنه حصل انحراف، أصلا حصل اختطاف للدولة برمتها. نعم. حصل انقلاب على الدولة، على الشرعية، على الثورة، على مخرجات الحوار الوطني، حصل انقلاب على معنى الإنسان في هذا الوطن. فمن الطبيعي أي المرأة بعد أن يعني حصلت يعني على مكانتها الحقيقية، بعد أن دافعت، بعد أن شاركت، من الطبيعي ألا تنسحب من الميدان. المقاومة هي جزء يعني جزء من المواجهة المطلوبة. يعني ماذا نتوقع من النساء اللاتي شاركنا في 11 فبراير؟ يعني هل ننتظر منهن أن يقفن متفرجات على اختطاف الدولة؟
الحقيقة أنه كل امرأة مطلوب منها أن تقاوم على طريقتها، فهناك من سيقاومنا بالسلاح، هناك من سيقاومنا بالكلمة، هناك من سيقاومنا بالاستمرار في النضال، في مساعدة بنات وأبناء مجتمعهن اليمني. ولهذا لا أرى مطلقا أن هناك تعارض بين المقاومة الحالية التي تدور في كثير من المدن اليمنية وثورة 11 فبراير. السؤال الذي يفترض أن نطرحه، لو لم يحدث الانقلاب أين ستكون هؤلاء النساء؟ في مقدمة صفوف صناعة المستقبل، في مواقعهن الطبيعية السياسية والمدنية والتنموية. الذي حصل انحراف، فكان طبيعي يعني من هؤلاء النسوة أن يشاركنا في تصحيح المسار وتعديل هذا الانحراف. نعم، من جهتك أستاذة لينا الحسني، يعني إلى مدى تتفقي مع هذا الطرح؟ وهل تعتقدي فعلا بأن هناك تعارض بين المقاومة المسلحة في البلاد وبين صناعة السلام أو مشاركة المرأة أيضا في صنع السلام؟ وأصلا أنتم تتحدثون عن مقاومة النساء وحملهن للسلاح، تبادر أول شيء تبادر إلى ذهني أنه نجوى مكاوي، أول امرأة عدنية تقود دبابة ولتطارد الاحتلال البريطاني في عدن. صحيح. وهؤلاء النساء امتداد، جميعنا في هذه البلد امتدادا لبعض. هي كما ذكرت ايضا انهم لم يحملوا السلاح بارادتهم، هذا شيء مهم. النساء بطبيعتهن غير ميالات لحمل السلاح، كانوا سيكونوا في اماكنهم الطبيعيه كما تفضلت مسك، كانوا سيكونوا رائدات في العمل النسوي، في العمل المجتمعي، حتى النساء في بيوتهن في العمل، حتى هن قائدات في بيوتهم، حتى المرأة التي لا تعمل هي قائدة في منزلها، في أولادها. المرأة بطبيعتها في كل مكان تضعيها هي قائدة. هن أجبرنا على حمل السلاح، وكلا ستقاوم بالوسيلة التي تراها مناسبة لنفسها. نعم لينا. طيب أستاذة مسك الجنيد، ضمن هذه المعطيات، يعني واقع مفخخ بالميليشيات المسلحة التي أسقطت الدولة وأسقطت السلطة وأسقطت معها كل القيمة المدنية في البلاد، كيف تنظرين إلى مستقبل السلام في اليمن؟ يعني المسألة ليست سهلة. نحن وصلنا إلى وضع كما ذكرتي مفخخ، يعني إزالة كل التعقيدات في المشهد تحتاج إلى وقت. لا يمكن لهذا المشهد أن يعني يعود إلى رواقه وإلى طبيعته ما لم تسهم المرأة بشكل فاعل في إعادة هذا المشهد. المرأة ينبغي أن تكون في طليعة المفاوضات، ينبغي أن تكون في طليعة الحلول المستقبلية التي ستعيد الوضع إلى طبيعته، الوضع كما كان. يعني تكرار أخطاء الماضي، الاستعانة بالنساء فقط لتجميل الموقف، وضع النساء كديكور، يعني هذه أخطاء قاتلة. أعتقد لو كررنا يعني هذه الأمور لن نصل إلى نتيجة. أي المرأة من حقها أن تشارك في صناعة السلام والمستقبل القادم، وإذا لم تتح لها هذه الفرصة بقناعة وبشكل حقيقي بإيمان يعني بإتاحة فرصة بفتح طريق، أعتقد أن هناك ستظل إشكالية مجتمعية كبيرة. حتى وإن تحقق السلام سيكون هناك سلام ظاهري، لأن النساء هن أمهات الشهداء، أمهات الضحايا. النساء سيصبحن إما بين يعني كافلة أيتام وتعاني من نعم يعني هي في كل المشهد هي يعني ضحية. هذا الضحية إذا لم ترضى مطالبه، إذا لم تهدأ جروحه، إذا لم يعني لم نكن عند مستوى يعني تحقيق رغبات هؤلاء النسوة، أعتقد أننا سنظل دائما
أمام قنابل موقوتة، أمام تغذية للثأر، تغذية للكراهية، لأن هناك نعم هناك ضحية لم تستطع أن تحصل على حقها. نعم، وتأجيل أيضا لحروب قادمة. وبالمناسبة هذه فقط سأذكرك، يعني نحن كنا يعني أنا عملت في برنامج حل النزاعات في المناطق القبلية، وكانت النساء جزء مهم في حل النزاعات، لأنها بالمقابل هي جزء مهم في تأجيج النزاعات عاطفيا، تخفيف النزاعات. نعم، لا يعني حينما المرأة لا تكون مقتنعة بعملية السلام هي تسهم في تأجيج النزاعات. أنا أنقل الصورة السلبية، لماذا؟ حتى نركز على الصورة الإيجابية، حتى نجعل من المرأة يعني نوظف كل مشاعرها وكل أحاسيسها وكل قدراتها وطاقاتها في صناعة السلام وليس العكس. نعم، أيضا بالتحول إليك أستاذة لينا الحسني بسؤال أخير. أعتقد بأنك تعرفي والجميع يعرف بأن المرأة كانت قد قطعت شوط كبير فيما يتعلق بالمكتسبات الخاصة بحقوقها، كنا يعني قاب قوسين أو أدنى من التصويت على الدستور كان يتضمن يعني نصوصا تعطي المرأة حقوق كبيرة واسعة، كان يتضمن حق الكوتا لأول مرة في تاريخ يعني في تاريخ اليمن. أيضا كانت المرأة قد قطعت شوط كبير في المرحلة الانتقالية الماضية. برأيك أستاذة لينا، هل نستطيع أن نعود إلى تلك المكتسبات التي كنا قد وصلنا إليها؟ يعني ما رؤيتك أيضا لمستقبل حقوق النساء يعني بعد كل هذه المحنة التي مرت بها البلاد؟ طبعا سنحتاج الكثير من الوقت، مزيد من الوقت لاستعادة ما فقدناه. الإنجازات التي حصلت عليها المرأة سابقا لم تحصل عليها بسهولة، هذا نتاج نضال سنوات في العمل المدني والحقوقي والميداني، وسنوات عديدة من العمل تذهب في فترة بسيطة من جماعة لا يعني انقلابية لا تعرف معنى حقوق، معنى حريات، معنى نساء، ويستخدم النساء في أشياء تخدم أغراضهم فقط. أعتقد سنحتاج المزيد من الوقت. نطالب نحن بضرورة وجود المرأة في كل المجالات السياسية والاجتماعية والحقوقية، تطبيق القرار 1325، وجود المرأة في السلام والأمن. كما ذكرتم نحن نحتاج في الوقت الحالي إلى أهمية وجود المرأة في أماكن قيادية، في أماكن المفاوضات، في الوفود الرسمية، في الوفود الحقوقية، وهذا نحن لا نجد عدل في هذه الجزئية، حيث يكون بجميع الوفود الذاهبة إلى أي مجالات سياسية حقوقية يكون عدد الرجال أكثر، بينما يتطلب الأمر وجود أكثر عدد من النساء لهن القدرة على التفاوض، لهن القدرة على أكثر صبرا من الرجال، قياديات منضبطات أكثر. نعم. فأعتقد سنحتاج مزيد من الوقت، ولكن بالجهود جميع النساء في جميع المجالات سنصل إلى هذا الإنجازات. نعم أستاذة لينا، إلى أي مدى حاضر في جهودكم أنتم الآن أنتن في الخارج مسألة تطبيق القرار 2216 كفاتحة لأي عملية سلام قادمة أو أي انتقالة يعني زحزحة للوضع إلى الأمام؟ طبعا هو جميع الفئات الموجودة إن كانوا النساء أو رجال يسعوا إلى تطبيق هذا القرار، حتى أننا سنستطيع العمل من خلال تنفيذ هذا القرار. الجهود كلها متواحدة ومكثفة، لكن كما تعلمين العمل الحقوقي في أروقات مجلس الأمن ليس بالسهولة، أيضا في مجلس حقوق الإنسان ليس بالسهولة. نعم. إذا أشكرك جزيل الشكر أستاذة لينا الحسني، مديرة مؤسسة أكون وعضوة تحالف مدافعات عن حقوق الإنسان في شمال أفريقيا وفي شرق أوسط شمال أفريقيا. من كنت معنا من جنيف أشكرك جزيل الشكر أستاذة لينا. عودة إليك أستاذة مسك الجنيد، أيضا في الحديث عن السلام وعن حقوق النساء خلال الفترة الماضية التي تم الانقلاب عليها كواحدة من أهم المكتسبات التي كان قد وصل إليها الرجال، في ظل أصوات لا زالت تتحدث الآن عن مخرجات الحوار الوطني هكذا بمعزل عن المشهد بشكل عام من قبل النساء للأسف الشديد، كيف تنظر إليها؟ دعني أولا يعني أثني وأختم على ما قالته الأخت لينا الحسني. في كل نقطة ضعف، في كل تحدي، في كل مهددات توجد فرصة. المشهد هو مشهد دمار وخراب،
ولهذا البناء لن يكون ككل مرة، لأنه حينما يقوم البناء على أساس مختل أو أساس قديم أو أساس ضعيف غالبا ما ينهد. نحن أمام فرصة أن كل شيء أصلا قد دمر، ولهذا هناك فرصة بناء ستكون من يعني القواعد قوية و نعم هذه القواعد هناك من يتحدث عن هذه القواعد لن تكون قوية ومتينة إذا ما اعتمدت على النخب السابقة، ما لم تعتمد على النساء والمرأة بشكل أساسي، وهم ربما الحوامل الحقيقية للتغيير، والذين كانوا أيضا حامل حقيقي لثورة فبراير. أنا شخصيا مؤمنة أن النخب السابقة لو استمرت في المشهد هي فقط سترحل عملية الخراب والدمار السابقة، لكن يعني هذا أحيانا قد يكون عند البعض منطق مثالي. الحقيقة أنه يعني لن نستطيع أن نقصيهم ولن نستطيع أيضا، لكن إذا ما صارت هناك أمور واضحة، قوانين اتفاقات قوية تلزم جميع الأطراف بأن لا نعم. يؤثروا على المستقبل، أعتقد أننا يمكن أن نعم. نحقق البناء على أساس صحيح إن شاء الله. نعم، إذن البناء، ودائما نقول بأن البناء لن يكون إلا عبر الحوامل الحقيقية للتغيير المتمثلة بالحركات الشبابية والمرأة. أشكرك جزيل الشكر سادة المسكة القنيد بناسبة اليوم العالمي للمرأة، أيضا أهنيك وأهني كل نساء العالم ونساء اليمن. أشكركم أعزائي المشاهدين جزيل الشكر متابعتنا، نلتقيكم في مساء يمني جديد في أمان الله.